أهلا وسهلا أهلا وسهلا. وهيك شوية أوراق وقصص وحكايات كلهم بينتموا إلى طائر الظهر. تتذكروا وقت اللي قال له أرحنا يا بلال؟ أول مرة الأذان رفع الظهر، فجر، الظهر، العصر. شو هي طاقة الظهر؟ هي طاقة الغضب، القلب، مصران الرفيع بهر شعرنا، منبرد كتير، منشوب كتير. هالطاقة اليوم عم بيجربوا قد ما بيقدروا يلعبوا فيها. ليه؟ لأنه إذا الظهر كسرنا هالطاقة وشفرنا الإنسان فيها، الفجر راحت والعصر. فجر والظهر والعصر هن الأساس بهالخمس حدود. إذا هودي راحوا وهن هلأ موجودين حول الكرة الأرضية، نار ومعدن وما في مي بقى. المي ملوث، النار عم بتهب، المعدن هو اللي عم يطرقنا وبيضربنا. صراحة احكي وبتشوفوا انتو بس حسوا فينا وننبسط، وانا معكم كمان عم بقرا وعم بنبسط فيهم، ونشوف كيف فينا نحكيهم ونقراهم، وكيف تتركبوا هالالوان وتعملوا هالعلم. موجود هالعلم كله على مواقعنا الاربعه الخمسه، واكثر شيء انا بحطهم لانه عندي هالعشق اللي هي بسمون اهل الذكر، هذا الصوفيين. هلا هيك ارحنا. كيلاني عم بيقول لازم اخبركم انه اليوم بالMMS2 البودرة جا واحد لعندي وعنده سرطان بالكبد وعطيه أسبوعين وبده يموت. قعد عنده مرتين ثلاثة يجي ويروحوا، وراح لعنده الأطباء أكيد احتاروا بالأمر، وفي منهم قالوا هيدا خطير. وتعرفوا نحن بقى نرضي أمريكا وبقى نرضي إسرائيل وبقى نرضي الFDA. فإذا الMMS نعم فيكن تركبوا، وصرتوا الكتاب موجود عنا عم بدها تتركب مما يليك، بس بدكم تقروا بحوادع الكتاب موجود على مواقعنا كلها، بيصوروا بالتركيبة تبعه كيف بتركبوها. ورح يكون في مدرسة وإن شاء الله بدي يكون معهم في دومينيكان ريبابليك، وساعتها بعلم ببيتي. إذا حدا منكم بده يروح قولوا لي، قريبا رح كون بالقاهرة نشوف مين بيجي معنا. بدنا بيرفكت انجلش، ما بدنا نترجم هوني. والدرس هو بس ثلاث أسابيع، الحقيقة بسيطة كتير. وهو جيم هامبل رح يكون معنا بهالوقت ثلاث أسابيع، وقت العرف قلت له نحن ما مننام بنسهر. وهلا أنا معكم. وقت بتكونوا قاعدين مع هيك طاقة ما في نوم بعد اليوم، ما في نوم. إذا طلع عبالك هيك بتغط غطة. رح يكون معنا ناس يلي ما بياكلوا وما بيشربوا وما بيتنفسوا، جسمه هين. هلا رماني وتفاحه وحليب. الرماني في احد الايام في حارس بستان دخل عليه صاحب البستان وقال له جيب لي رماني حلوه الطعم. راح الحارس جاب له حبه رمان قدمها لسيد البستان. قال له بس منها حلوه، هيدي حامضه، ما بتعرف ايه هي حامضه؟ قال له انا حارس بستان، ما قلت لي تاكل، بدي حبة حلوة. فقال صاحب البستان للحرس لك سنة كام بهون عم تحروس؟ قال له ايه ما اكلت؟ قال له لا. قال له بحب جوزك بنتي. وتزوج هذا الرجل من تلك الزوجة الصالحة، وكانت ثمرة الزواج هو العالم الزاهد عبد الله ابن المبارك. التفاحة. بينما كان الرجل يسير بجانب البستان شاف تفاحة على الأرض، تناول التفاحة وأكلها وحس بضميره بأنه هيدا الشيء منه إله. في صاحب بستان هون هالتفاحة إله، لو رزق الدرب لأهل الدرب، بس أنا لازم أقله. يعني في ناس يا أخوتي هيك بتصير الحاسب نفسها، بتصير نيقة، لا مش إلي هاي، وبصير نحكي حالنا ما لازم تكون هالقد نيقة. طيب يلا معلش يقول لك انتبهوا. فإما أن يسامحوا في هذه التفاحة أو بيفعلوا حقها. وذهب الرجل لصاحب البستان وخبره بالأمر. اندهش صاحب البستان لأمانة الرجل، قال له شو اسمك؟ قال له ثابت. قال له ما بسامحك في هذه التفاحة إلا بشرط تتجوز بنتي.
ولكن خرسه وعميه وصمه ومشلوله، او بدك تتزوجها واما لن اسامحك في هذه التفاحه. فوجد ثابت نفسه مضطر، قال يعني بين عذاب الدنيا وعذاب الاخره، وافق على عذاب الدنيا. صعب هنيك. حانت اللحظة، التقى ثابت بتلك العروس وشافها آية من الجمال والعلم والتقوى، فاستغرب كثير لما وصفها أبوها بأنها صماء ومشلولة وخرسة وعمياء. فلما سألها قالت: أنا عمياء عن رؤية الحرام، خرسة صماء عن قول وسماع ما يغضب الله القلب، ومشلولة عن السير في طريق الحرام. وتزوج هذا ثابت بتلك المرأة، وكان ثمرة هذا الزواج الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت. عن الحليم: في وسط الليل، تبه يا حبيب قلبي أنت، تقول الأم لبنتها: اخلطي المي بالحليب، عمر لا يرانا. ثم تخرج القصة المعروفة: يا أمه، إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. وسمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلام هذه الابنة التقية وهو يتجول ليلا بين بيوت المسلمين. هو كان يتفقدهم، ما يصدق حدا بأنهم بطانة طالحة كلهم حواليكم. هو يروح وياك بالخفة والخفر والخفائية ويسأل. آخ، زوج ابن عاصم فأنجب أم عاصم، إنها أم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. إذا كان نشرها سيرهقك فلا تنشرها، فلن تستحق أخذ ثوابها. وإذا عجبتك خبر الناس وقول لكل الدنيا كيف ربونا صغار، وأصلح نياتنا وأصلح ذرياتنا إذا عم نصلح نوايينا. هاي الرمانة وهاي التفاحة وهاي الحليب، وين بعد في ناس هيك؟ يا أمير المؤمنين، هلأ يا أمير ويا ملك ويا رئيس المنافقين وأنا أولٌ، من زقف له للمنافق ومن سيره، لأن إذا بقول له الحقيقة بيشحطني بيضربني. قبل ما يشحطني اشحطي حالك. خبرتكم، فت على سوق الطيب، قلت له هي سوق الميت، طالما في دخان، طالما في إنسان بلا أخلاق. الإنسان بدون أخلاق ليس إنسانا على الإطلاق. نحن حاملين رسالة يا أخوتي. أيها الحق، لم تترك لي رسول، ولم تترك لي صديق، ولم تترك. كل إنسان رسول، وكل واحد حامل رسالة وماشي. ببلد الجماعة راحت الجماعة، يد الله فوق يد الجماعة، مع يد الجماعة بنصير نحن. أنا بي آر ومشهور، إذا كنت أنت بي آر نحن مش بقرة خيي، نحن بشر. ما حدا يستخدمنا وما حدا يستعملنا، مني وسيلة، مني سلعة، لا لأولادي ولا جوزي ولا بناتي ولا خياتي ولا أنت ولا الرئيس ولا الكبير، ما حدا سلعة للتاني. شوفوا شو عم بصير هلا، الانتفاضة بأمة العرب شبعنا، بس الانتفاضة رح تجيب لا أسوأ مما كنا. عم نقول وينك يا صدام، وهيك بدنا نقول وينكن يا حكام لو كنتوا من مال الحرام وأهل الحرام. شو رح يجي هلا؟ إسرائيل، أمريكا، ربحت شي حرب أمريكا؟ الحرب مين بيربح الحرب؟ بس تولع النار، بيطفوها بالمي مش بالنار. تتعمل نص كيلو عسل، مليونين زهرة بدهم يشموها وياخذوا عسلها. تتعمل نص كيلو عسل. الهيروين والمورفين موجودين بالأدوية وحاطين اسم الشركة، ما راح أقراها. نعم، كل السواح اللي عم تجي على لبنان ما في مطعم ما في سم. ألبرت أينشتاين قالوا له: أنت بتكون رئيس إسرائيل سنة 52؟ قال له: ما في إسرائيل. رواد الفضاء ما فيهم يتدشوا، ما في جاذبية فوق تفصل المي عن الغاز. وهلأ كل واحد منا اللي بيعطس واللي بيسعل واللي بيتدشى ما في الجاذبية، ولكن قد ما في سموم. هلأ الجرافيتي اوف بويزن عم تلعب، وهيك رح تكون بالكرة الأرضية، ما بقى رح نكبس مثل ترومان. هي الجاذبية، الشر مع الشر
وراح تولع بالشر. الرومان القدامى والصين واليونان واليابان والجرمن الألمان يستعملوا البول تيغسلوا تمهم، حطوا ووتر باور وشوفوا كيف كانوا. أنا أمي من شي 100 سنة وأكثر بالضيعة، بس الولد يخاف يجيبوا طاسة الرعبة والولد يعمل بيبي يشخ فيها ويرجع يشربها. العلم اسمه واحد وصفر، وداوني بالتي كانت هي الداء. كيف ليش تقطعتوا على الحيط؟ سند كلاوي ظهره وسقطحته، فإذا الكلوي من الكلى إلى الكلى. بس راح العلم، سكرنا باب العلم. الموناليزا ما عندها آيبروز. الرينيسانس كلها وقتها كانوا يقولوا بالحضارة حلقون، والحبيب قال لعن الناموسة والمتنمصة. انتبهوا، هودي ثلاث درجات بالإنسان، آب وابن وروح قدس. علم واسع كتير، هن اللي بيفتحوا البصيرة. ناصيتي بيديك من هون. نعم، بدنا مليون سنة حتى تدوب الإزاز بالأرض. ما بيعطي تلوث قد البلاستيك. قالوا لي بلش تحكي وسائل إعلام لبنان عن التلوث بالبلاستيك وبالطحين وبالأكل وهيك. صح النوم بس تأخرتوا، هلأ عم بينرمى تلوث. هلأ بقري لكم فيها إذا في وقت شو لازم ناكل. أكل ني هلأ مش على النار، لأنه التلوث هلأ بالهواء قوي كتير، وكلنا بمناخيرنا كل يوم في شي عم بيطلع. انتبهوا الأولاد اللي عم تاكلون، هيدي بدنا طعمة المر بالأكل. والماما زيت زيتون، كبس على البارد، كل واحد عنده قنينة بيقدر يحطها، أو زيت السمسم. تحط الماما أصبعها تدهن للأولاد مرتين ثلاثة بالجمعة، تدهنيهم حتى لما بتاخدي هالسموم تلزقهم. والرجال ما تشيل الشعر اللي عندك، قصهم، لأنه هاي الشعرة هي بتحمل كل هالتلوث. الذهب هو المعدن الوحيد اللي ما بيصدي حتى لو حطيته ألوف السنين. مشان هيك سنين ذهب، يعني ما فيك تاكل بالفضة وعم بيحطوا أشياء سنين بتمك. الصفر zero is the only number that cannot be represented by Roman numerals. الإجر هي الوحيد اللي فيها تمشي يمين يسار يسار يمين. وقت اللي قال له أنا صفر أو واحد، قال له آف يا علي، وقف. قال له رفع إجرك، رفع إجر. قال له رفع الثاني. مسير ومخير. مسير بترفع الواحد أو الصفر. واحد وصفر هودي هن باب ومدينة. أنت لوين رايح؟ أي إجر بتبلش؟ بتفوت باليمين على البيت، بتفوت باليسار على الحمام. ليش طاقة نصران الغليظ؟ شو هاي الطاقة؟ بتفتح الشباك، بتسلم بالسكت. فإذا اليمين واليسار واحد وصفر، باب مدينة. أنت كيف بتفوت باليمين؟ أنت بتفوت باليسار. ما كان في بالأول حمامات بالبيوت، كانت برا، بس حتى تفوت هاي الطاقة بتنزلها. ساعة المصران الغليظ بيتحرك والرئة بتفتح وكتافك بيرتاحوا. إذا بتشرب مي من بعد ما تكون عم تاكل، انتبهوا، reduces the acid in your mouth by 61%. ما تشرب انتو عم تاكل، مضغ المي. قال لهم غاندي، مضغوا المي. المضغ مضغ مضغ مضغ، بس بعدين بتقعد ترتاح هيك شي ربع ساعة، أو بتجيب زهورات أو بتجيب وبتمضغ المي. الكتاب اسمه Power Eating Program. باب كل الكتب لا تسألوني موجودين. نعم، الضرس هو الوحيد اللي بيتمنا هودي، ما فين يشفوا حالهم. مين اللي بيشفيها؟ المضغ، المغمغة، مية الملح.
32 درس وسن ونيب و32 فقرة، هال 64 وقت اللي بتمضغ بيتحرك فيي 64 مجرة. يا سارية الجبل، بتشوف المجرات والأكوان. وقت الإنسان بيموت آخر حاسة فينا بتموت، مشان قال له أرحنا يا بلال. وبس يخلق الطفل شو بيعمل البيبي دينته؟ أي متى منأذن وأي متى منصلي؟ الفريز هي الفواكه الوحيدة يلي البزر من برا. يا حبيب قلبي سامحينا، الأرض تاخد 100 طن كل يوم من الغبار اللي منكبها، 100 طن كل يوم، ما بقى فيها تتحملنا يا أخوتي، خلص بده يجي وقت يعني راحت أمنا الأرض. هلا بيقول لأنه الأرض قد ما صار فيها جاذبية، It's impossible for mountains to be higher 1500 متر جبال، بس في جبال 15,000، بس أكثر من 15,000 متر ما بقى فيها تعلى الجبال. ليه؟ لأنه الأرض صارت تعبانة كتير. الأرض هيدي أمي، أمكم الأرض وعمتكم النخلة. ما بقى فينا، كنا 300 مليون من 2500 سنة، هلأ مليارين مسلم سنة 2017. هيدا بيقول تناسلوا وزيدوا المسلمين، لا هيدا الشيعة، هيدا السنة، هيدا الكاثوليك. الإنسان مش عدد، الإنسان عدة. قريبا بدنا ندخل بعصر اسمه Golden Age، على العصر الذهبي. هالعصر الذهبي هو من بعد هالدمار اللي بده يصير لحد الأربعين، بده يصير في دمار كتير. من هالدمار بيبقى ناس قليل، وهلا بيبقوا قليل بيعرفوا انه هاللي كانت بدنا حضاره. تجي الحضاره، ساعتها بصير عندنا تواصل بالشمس، بالقمر، بالنجوم، بالكواكب يلي هي شر وخير، وكيف نتعامل مع بعضنا، وكيف نتجاوب بهالطاقه السلبيه والايجابيه. ومن هلا العلم بلش، رفع الطاقة الجنسية صعودا، حلو كثير، كل شخص مختلف ويجب أن يتناول ممارسات جديدة استنادا على قدرة تحملي. هيدي كثير مهمة، وبشكروا لمحمد حمدان بالسعودية، عنده لغة وهن ثلاثة أربعة هيك بيكتبوا وبعطيهم كتب عندي بيصلحوهم. بيقول الآن سوف نعود، يا الله ما رح فيني أقراهم، العملية البسيطة لاستعمال الذكر المانترا. مش كل واحد بدك تقول، انتبه، انت بتقول يا لطيف، هيك بيقول يا معين، هيك بيقول يا مؤمن، انت تحط الكلمه اللي بتحسها يا شافي كذا، هيدي بتزيدهم، بتقوى طاقه الشفاء اللي فيك. مش الله، انت هالالوهيه اللي فيي ضعيفه. ليش؟ لاني تركتها، لاني عم بهتم بالدنيا. ارجع اتذكر قبل ما تنام، قول كلمه بتحبها، انت بتنام عليها 8 ساعات 6 ساعات، هي بتصير تكبر فيك مثل الخميره. وبس تقوم الصبح، الحمد لله اللي الحمد لله اللي فتحت عيوني، في ناس كثير ما فتحوا عيونه. الحمد لله ايدي بعتهم هيك، الحمد لله اجري، والحمد لله الحمد لله بروح على الحمام، الحمد لله وبقوم فيني اشرب، الحمد لله. ايه تنقي هيك اي كلمه بتحب تقولها. نعم. هيدي قصة صارت معي، إسراء ومعراج من كم يوم إلى مكان صعب كتير، يعني شغلة بتقول يا ريت ما رجعت هالقد. حكيت ميتشو وبعدت له وقال لي قد ما فيكي فهمي الإسراء والمعراج، ما نترك كتير جسمنا، انتبهوا، out of body experience. الجسم بيموت في كتير أوقات، مات الإنسان، ماتت البقرة، ماتت الفرس، ماتت العريشة، بيبقوا هودي عايشين هو إياهم، عيشوا مع الطبيعة كلها، بس تضلوا بالبيت، ما تروحوا لبرا، ما تتركوا جسدكم إلا هيك شي مرة مرتين. طبعا تتعرف إنه أنا مني الجسد، مش الجسد اللي عم بيحكي، هيدا تراب، من التراب إلى التراب، بس أنت تكون موصول بأبو تراب مش بالتراب. حضروا فيلم برادر سان سيستر مون، محطوط هالفيلم كله على المواقع، How can arrogance be cured؟ هلا ميتشو عم بيحكي كيف فينا نشفي الاستكبار، بس بالذكر. وبيحط انه الاكل قد ما فيكم، مثل ما قال موسى
قال له موسى بدي شوفك، قال له اخلعني عارك لتراني، بيقول قد ما فيكن الأكل يكون بلا نار، قد ما منقدر التنبيت، هيدي اللي بيعطيكي هالطاقة. هلأ في كتير صور رح تشوفون ورح نمرقون، شغلة بتحزن بس هي كمان نكتة، شو اللي وصل هالمرة تكون هيك؟ في راديشن زتتها الشر، ما رح اقول اسرائيل ولا امريكا، انتو انا رح اقراها كيف بتشلوها. To help protect against radiation. هلا موجودين كلنا تحت هالطاقه اللي هيك الانسان عم بيصير، ان كنتي ضعيفه او قويه هالطاقه عم تنفلش فيكي او عم تقتلك بطريقه التقمم هيك يانغ او ين او الانكماش او الانفلاش. اللي بدنا ناخدهم دايما، اللي قادر ياخد شوربة ميزو مرتين بالنهار وين ما كان موجود الميزو عندكم، واللي بالبيت الماما بدها تطبخ او التيتا وما حدا ياكل بالمطاعم، قد ما فيكم انتو كلوا بالبيت شوربة مرتين الميزو، ولازم يكون في دايما حبة ملح حطوها تحت لسانكم ولو مرة بالنهار، وكلوا تنبيت عدس منبت قد ما فيكم، قمح منبت، اشياء يلي من السليق مطرح ما بتروح المعزاي بتاكل، روحوا انتو والحقون وسلقوا معها وتجيبوا تاكلوا. وفي شيء موجود ببعلبك، انا رح روح شوف بجي لعندك رئيس بلدية بعلبك، روايس شيء اسمه هيك نسيت الاسم، كانوا يجيبوا لنا منها على دوما من بعلبك، حامضة كتير هي ربايس ربايس، هيدي الربايس جربوا انكم تعطوها للولد او للمريض، بس وحده الماما كيف بتفرمها وبتحطها بالسلطه، هيدي بتشيل كثير امراض جلديه، بتشيل كثير من الخوف، بتشيل كثير من اللي عندهم امراض هر شعرهم، هيدي الثعلبه، هيدي بتقوي هالمناعه اللي عندك، هالنوع اللي بناخده مره مرتين بالاسبوع الماما تحطه. هلا احلى ايام زمان راحت، وين بدها ترجع تعود ترجع يعني يا ابن البياضيه؟ زمان كانت الحياه اجمل، زمان كانت اسماءنا احلى والنساء اكثر انوثه، ورائحه البامي تتسرب من شبابيك البيوت، وساعه الجوفيال بايد الاب العجوز، اغلى اجهزه البيت كانت ما لها سعر، وحبيت المطر اكثر شيء على هالسكنه. زمان كانت أخبار، أي أخبار؟ أخبار الجيران، أخبار أقل دموية ومداء الشمس في أفواهنا أطيب، والطرق فيها أقل زحمة بشاحنات، ما كان في عفش، ما كان في فرش، كلنا نساعد بعضنا، كانت هيك غمزة سميرة توفيق أكثر مشاهد التلفزيون جرأة، ومجلس النواب كان حلمه يداعب اليسار المتشدد، وأجرة الباشا كانت والبخشيش قرشين، والصحف تنثر أسماء الناجحين، مين نجح بالسيرتيفيكا وبيفرحوا الأهل وبيعيدوا، كانت المزراب كان يخزن مية الشتي بالبراميل، وكانوا يكتبوا القصص ستة وجدة وينشروها بالجيران، والعرس بيوزع مطبقيات أكل لكل الناس، والجارة تمد إيدها على الجرة من خلف الباب يعطوا شي سخن للزبال بيمسح عرق وبيقعد وبتعطوه تياكل، وبيشربوا فنجان قهوة وفنجان زهورات. ما بقى في هالأيام راحت، وين صرنا؟ ما كان في تليفون نحطه بجيوبنا، كان في قضامة مالحة ومين ما مرق واحد منبوسه ومنعطيه كمشة قضامة، وما كان في عيد هيك نشتري صبابيط جديدة، كانوا الخي يلبس خيه الصغير، وكانت ألمانيا بدل الأحلام وبلد الأحلام، والتلفزيون بسكر الشاشة أي متى خلاص، هلأ في موعد للصلاة، في موعد تنين، مش 24 ساعة. والأفلام كيف كانت، الأم والبي والولاد قاعدين وأبو ملحم وأم ملحم، كانت ما في إلا ألم البيك ونخبي ويستعملوا البابا والتيتا وجده والمعلم، وما كان في إلا قمصان صغيرة الماما تخيطهم،
كان في أبتين، تروح أول أبي يحطوا تاني أبي، وكلسات نايلون واحد بكل الضيعة، وهيك الماما ترقع هالكلسات ويلبسوه عند المناسبات. ما كان في مكتبات بتبيع دفاتر وهيك وأوراق، كان في مكتبة بالضيعة كل واحد عنده كتاب ما بده يحطه بالمكتبة وكلنا نروح نقرأ. بتمنى اللي عم بيسمعنا بالأشرفية يكون في بيت منك عايزه ويضل باسمك صدقة، وكل واحد منا بنحط كتب اللي عنا منها ومنحط كتب بهالمكتبة، وحدا منا بيعمل قهوة، ده بيعمل زهورات، ونقعد ونقرأ كلنا، وما في دخان وما في خمرة، والولاد بتجي عنا كتب للولاد. ما في مطرح بالأشرفية فيني أطلع من البيت أبدا، كله دخان وكله حديث جلق وطلق وكله كذب ونفاق وكله سياسة، ما فيني إلكن الوساخة والقرف. يا حبيبة قلبي كانوا كلهم يعرفوا إنه فلانة ولادة أيتام، وصارت هي أرملة، وكلهم يروحوا ياكلوا عند سلوى لأنه عندها أطفال بدها تربيهم، وكانوا مباريات محمد علي كلاي كلهم بالسهرات قاعدين، وكان جمال كشك أفضل لاعب هجوم في كرة القدم. وين راحوا هالأيام؟ كيف صارت الإنترنت هي عم تتحكم فينا، التلفزيونات وكلهم عم بيتحكموا فينا. يا الله العدسات اللاصقة، كل واحد بده يغير عيونه من ألوان إلى ألوان. وين رايحين؟ كانت الأكل إلى طعمة أكتر، كان في فريكة كلنا نقعد نفركها، وكان في كل ما مرقنا من حد التنور على البركة على البركة يعملوا طلامي للولاد ويعطوا رغيف خبز لأمي وستي. وين صرنا؟ هالشمس كانت أكتر صرامة، هلأ صار في صرمية في التعامل مع الصائمين، والتلج كان دايما بموعده السنوي. اليوم برد برد وشوب شوب، وتغير الزمن وتغيرت الطقوس وتغيرت القوانين وتغير الإنسان. ما بقى في إنسان، في أنسنة الله، راح الضمير وراح المصير. كانت الحياة أكثر فقرا وبردا وجوعا، لكنها كانت دائما خضرة. أحلى أيام زمان راحت وما رح ترجع، ما بترجع إذا إلا نحن رجعنا. منرجع مطرح الوجع، ومن هونيك منبلش كيف بدنا نشوف وجعنا ونشكره. كانسر is the answer، بالآلام تليدين، مش الولادة الطبيعية. وجعنا معناته بدي أرجع إلى السبب، وأنا السبب. هون عم بيقول له واحد، قال له شو عملت إلا غلط مع المرأة؟ يعني أنا بس قاعد عم علمها تحكي يعني؟ قال له لو تركتها ما بتحكي مش أحلى؟ قال له لا علمتها تحكي يعني. قال له هاي أكبر مصيبة لو ضلت ساكتة. كلنا منعرف إنه في حكمة بالحياة، وكل حكمة بتقولوها أفكار في علم الإدارة. الأرنب قال له للعصفور بقدر أجلس معك طول اليوم ولا أفعل شيئا؟ قال له الطائر طبعا بالتأكيد، ونط ظهر نمر وقف على الأرنب وأكله. قال له حتى تجلس وما تعمل شيء يجب أن تكون جالسا في مكان عالي جدا. قاعد الأرنب ما عم تعمل شيء، جايتك أكلك يا حمار. هي العصفور قاعد فوق، إذا عاد شيء بطير. تتذكروا وقت اللي اجا البرد ايلول وتشرين؟ قالوا له هلا برد للعصافير، قوموا تنزل نزل على الجنوب. قالوا له انا عصفور وانا بعرف حالي، بدي اكون هيك قوي وما بهمني البرد. قالوا له لي هلا بتقزقز الدنيا عم بتحتتلو شوي، تيس العصفور عمل مثلي تيسنا شوي. لقى حاله عم بيبرو، يا الله كلهم راحوا، يا ريت رحت معهم. اخ لقى هون في هيك في قرني مطرح قعد، بركي بدفى شوي بركي بدفع شوي. مرقت بقرة هوب عملتها على العصفور. اخ دفى العصفور هيك، لقى حاله دفى وبلش يغني. مين عم بيغني؟ سمعته لبسينة نظفت له الحرية واكلته. انتبهوا، مش كل واحد بيحرى عليك بيكون بيكرهك، ومش كل واحد بينظف لك الحرية بيكون بحبك. حكمة كبيرة يعني. ننتبه، إذا أوقات بيكون عدو بعدين بيكون صديق حميم. هاي قصة هيك أنا عاشت فيها، قصة العصفور وين ما بروح. وين اللي خبرني إياها؟ عملوا 8 سنين أنا عشت معهم هون.
وهلا قالوا لي بإيستوود كوليدج هون بلبنان، واحد بالمنصوريه بكفر شيما، بيطلبوا كتب اوشو قبل كل الكتب للاولاد، وبيقولوا اليوم بيجاما داي، بيجوا بالبيجاما، اليوم هلا ريدينج، سكروا كل شيء عم تعملوه، كل واحد يفتح كتاب بحبه قالوا برا. ما بيخلون يعيشوا بهالطقوس، تاريخ، جغرافيا، مرحبا استاذ كيفك الحمد لله. في مدارس اليوم اسمها هيك هوم سكولينج، طالع عبالو التلميذ يقعد يحط اجره هيك قدام المعلم بحطها، اذا هالاجر بدها تضايقك الاجر اقوى منك، اللي تأدب ضب اجريك، اتركه يتصرف مثل ما بده وانت بتفهم ليش. خبرتكم شفت بي، عرفت انه، قلت له انت هيك مع ابنك، كيف عرفته؟ بس هذيك اليوم شفت ام، قلت لها هيدا ابنك؟ قالت لي لا، ابن جوزي. قلت لها وانت اللي عم بتشغلي؟ قالت لي بيو عارف. بس كيف عرفتي؟ قلت لها الطريقة اللي عم يمشي فيها، أو هيك أو هيك، عنده وجع هون بباب البدن وشكل وجهه، وتشوفون they look more this or that. علم الفراسة هلا محطوط الكتاب بالتفصيل على الموقع عنا، ستيف أكيوف، your body never lies. الجسم ما بيكذب، من سمائهم تعرفونه. بتشوفون اوقات بتقول معقوله؟ خالي كان طبيب، بس يشوف بزقه، كان بمنطقه الكوره والبترون، يقول مين بزقها؟ قال ابو طنوس، جيبوا لي ابو طنوس. قال له ابو طنوس معك سل؟ قال له انا حاسس هيك حكي. قال له ما تاخذ ولا دواء، وكانوا يقولوا له انت كاثوليك، اذا بتعطي دواء بتصير وزير صحه. قال له ماني حمار تعطي، ما كان يعطي دواء، كان طبيب قضاء. نعم، هون في اشياء عم بيقول حلوه كثير، كيف اختصمت زعلت كل اعضاء الجسد. انا الافهم، لاني اذا ما بشوف ما فيك تمشي. قالوا خي انا لو ما بشم هوا بتفتصوا انتم ما بتقشعوا. قالت للديني لو ما انا بسمع، قال له التم لو ما انا باكل، وصارت الايد تحكي والاجر تحكي وكل يعني. قال لهم انا البوس. قالوا له كيف؟ قالوا له ما انت باب بدن ولا؟ قالوا له لاني باب بدن، انا باب البدن وباب الكفن. كيف؟ قالوا له في شيء سكر. طيب اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، بلقت العينين دخيله، ما في النخي دخيله، الايد، الاجر. قال له معك حق، it needs an asshole to be a boss. ما كلنا هيك بدنا نبوس، كلنا قد ما فيكم. بحب فرجي هالصورة وبدها تمرق أكيد 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 أكيد، وأنا كنت منتظرة منك كثير يا أكيد أكيد أكيد. قعدت بالحبس 11 سنة يا حبيبي، وقعدت تقرأ كتب أوشو، وجبت لك مكتوب بخط إيده من نيلسون مانديلا، قال له أنا في مجرم طلعت قديس طلعت مسيح، وأنت كمان. بس سياسة أكيد أكيد أكيد. هالمرة هيدي خادمة عندكم بالبيت، هالولد ولدك أو ولد ابنك أو ولد جوزك أو لا، هيدا لو فعلا ولدك ما بتسلمي لهيك. اليوم بيوتنا كلها فيها خدم، والولد مش ولدنا. أنا بيأكل بالمطعم وجوزي بيأكل بهالمطعم، جاب هو النطفة وأنا البويضة من هالطبيخ وهالطبيخة. لأولادنا أولادنا كله حرام بحرام، كل عيالنا وكل أولادنا، مش هيك؟ ما في عيلة، العيلة علة. حبني جوزي أنا وقوية، حبوني ولادي أنا وغنية. حب نفسك، قال له حب قريبك كنفسك، بس ما تعلمنا نحب نفسنا. من عرف نفسه عرف ربه. الحيوانات بعدها، نعم الحيوانات اللي عم بتعيش بالزو، بمدينة الحيوانات مدري شو بيقولوا لها بالزو، بطلت حيوانات هلا، هن فالتين ونحن بنروح لعندهم بنتفرج عليهم بالترين. عندهم عاطفة، عندهم محبة، بعدهم طبيعيين. الطبيعة بعدها طبيعية، انتو انا مش طبيعيين. انا بالنسبة لغيري كثير ماني طبيعية، ولو ما بتاخدي دواء خدي بنادول، سوربيتول، فاتيتول، بقول لهم باخد فاكيتول، هيدا الدواء ضروري اوقات، نعم بس من 50 60 سنة يمكن واكثر، ما بعرف شو الدواء يعني. انه قال له زدت الدواء وشم الهواء، باكل شيء اللي بحبه هلا، يعني بتوصل لمطرح كل شيء بحبك وما بيأذيك
وبتسمي وبتاكل بحول السم الى سمسم ودسم. بقراها وبختصرها قد ما بقدر لانها كثير مهمه، وبتمنى كل واحد منا يقدر يحط كتاب وقلم، هيك دفتر وقلم، ويكون الدفتر ما عليه السطر. انتبهوا، قالت لي بس السطر، نحن لا للعرب، نحن مش عرب يا اخوتي ولا امريكان ولا ما بننتمي يعني الى اسماء هيك، نحن انسان، ما في لبنان، في انسان. انا وين مطرح ما بروح انا بلبنان ما بدي اكتب، بدي اكتب على شيء ما له زيح، ما له سطر، على السطر 50 مرة انا احب المعلمه، هيك نحن وصغار انا احب المعلمه 50 مرة، وباكل اكلي من المعلمه ومن امي وبي والخوري والرابع. الحياة مدرسة، منروح على المدرسة منتعلم وبعدين بناخد الشهادة، العكس بالحياة. في الجامعة نتعلم الدروس لنواجه الامتحانات، في الحياة نواجه الامتحانات وبعدين نتعلم الدروس. هون المحنة، إذا اشتدت عليكم المحن عليكم بالشام وباليمن. تعلمت أن محادثة بسيطة أو حوار قصير مع إنسان حكيم شهر دراسة، إنه لما بهم وينك أنت الآن، المهم إلى أين تتجه هذه اللحظة، هلأ بهالدقيقة وين رايحين؟ ناو رايحة على البيت؟ كيف رايحة على البيت؟ رح أوصل على البيت؟ رح أطلع من الاستوديو؟ رح أقدر أخذ تاني نفس؟ وين رايحة أنا مش جسدي؟ تعلمت أنه خير للإنسان أن يكون مثل الزلحفة في طريق الصحيح أحلى ما يكون مثل الغزال بالطريق الغلط. بالتأني السلامة، انتبه بالعجل الندامة على مهلك، اسأل حالك لوين. مفتاح الفشل هو محاولة إرضاء كل شخص، ما بدي أرضي حدا، ربي راضي علي، بدي أرضي نفسي ثم نفسي ثم نفسي، طيب قطع نفسي. خير للإنسان أن يندم على ما فعل من أن يتحسر على ما لم يفعل. لك جرب، قال له بابا نويل اعطيني خي، قال له بعت لي امك. العمل الجيد افضل بكثير من الكلام الجيد، زينوا القران بالاقوال وبالافعال. بحبك كثير وانا ما فيني اقول لك، شوف شوف الموقع عندي، بعتي لي دولار صدقه، حش تكثروا حكي. تعلمت أن الناس ينسون السرعة التي أنجزت بها عملك، بتذكرون نوعية ما أنجزته. نعم، أنت بس تترك الشغل بقول يا الله شو كان منيح، بس تموت يا الله شو كانت منيحة، يا خي جيب لي زهرة أنا وطيبة، إحنا ما تحط لي هالقد أنا وميتة. هلا يهدي وين كرهت له جاي راجع مني رايح عن طرق. نساعد بعضنا الذين جاهلوا بأموالهم وبأنفسهم. إنه يوجد كثير يحصلون على النصيحة والقلة فقط يستفيدون منها. إن شاء الله 1 بالمليون يستفيد من هالحضرة. المتسلق الجيد يركز على هدفه وما بيطلع إلى الأسفل حيث المخاطر التي تشتتت الذهن. بس أنت طالع خليك طالع ما تتطلع، بس انتبهوا اللي طالع ما يدعس على اللي نازل، واللي نازل ما يستخف باللي طالع. انتبهوا يعني، انا فت على بيوتكم حكيم هالبلد وهالارض من باب المطبخ طبيخه، وبعدني طبيخه عم بطبخ بشر. نعم في ناس بيسبحوا باتجاه السفينه وناس بيضيعوا وقتهم ناطرينه. لك روح اتجاهها، محمد طلع على الجبل ما قالوا للجبل تعال. لا ينتهي المرء عندما يخسر بس ينسحب من المعركة. خسرت معركة بس ما خسرت الحرب، الحرب الداخلية. الذي يكسب بالنهاية من لديه القدرة على التحمل والصبر. هون انك ايه معلش خسرت بس تعلمت. قالت له مرته بدك تروح نام، صار لك 200 مرة عامل هالاختبار وما ضويت هاللمبة. قال له صرت اعرف 200 طريق مسدودة، لما ضويت اللمبة وعى امه ومرته قوموا قوموا، قالوا له نعسانين بدنا ننام طفية. اديسون تعلمت انه من اكثر الاسلحه الفعاله التي يملكها الانسان الوقت. انتبهوا، تايم از موني. يجب على الانسان ان يحلم بالنجوم، ولكن في نفس الوقت ما تنسى انه اجريك على الارض. انا لست من هذا العالم بس اجري هون. اسمي مريم، ترد عليك يعني مريم نور، كلمتين.
بس أنا مش مريم نور ومني جسدي ومني اسمي ومني تيابي ومني شيرتي ومهرتي وبهرتي، هذه كلها رغوة صابون مع المشاهير. ويقعد هيك مشاهير كلهم بيطلعوا بعضهم هالمشاهير، لأنك فاضي بدك تكون مشهور أكثر من تلفزيون. ما بيسترجوا تلفنولي لأنه نحب نجي لعندك ونحب تطلعي معنا على التلفزيون. بس بتذكر يعني سعدو، انت سعدو دعس الحريري، ما صدقت انك بتدفع مصاري للناس اصحى تطلعوا مريم ولا على هالجريد ولا هالمجلة ولا هالمجلة. شو كان يقول بيك؟ بيو يقول له كل الفاكسات كبهم، جيب لي فاكسات مريم نور وقول له يا رفيق الطريق رجع على قانا الجليل واترك اهل المال للهبل، انت رجع على قانا الجليل وهونيك بتعيش مع الجليل يا رفيق الطريق. يا ريتك على الحصيرة، مش أحسن من تكون على الحريري وين صرت. رجع سمع شو قال بيك، قال لي مرة رفيق الحريري أنت بتوقع الاقتصاد العالمي. قلت له ما بدي الاقتصاد العالمي ولا بدي العلم، بدي العلم الذي يخدم إلى المدد يا أبد.